بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على الانترنال فيتشر اوف الهارت. زي ما خدنا الاكسترنال فيتشر وشكل الهارت من بره، خلونا نفتح الهارت من جوه ونشوف ونتفرج عليه ونشوف فيه ايه. Let us start. معاكم دكتور رشا ربيع، Assistant Professor of Anatomy and Embryology, Alexandria University. خلونا نفتح سوا الرايت اتريوم ونتفرج عليه. الرايت اتريوم بيدخل فيه سوبيريور فينا كيفا من فوق، ومن تحت بيدخل فيه انفيريور فينا كيفا، صح ولا لا؟ وعنده حته خشنه كده اللي انا برسمها دي اسمها رايت اوريكل. كل ده هو الرايت اتريوم، صح ولا لا؟ طيب، وبعد كده في عندنا الرايت فينتريكل، وده البلمونري ترانك اهو، وعندنا ليفت فينتريكل اهو، ادي عندنا الليفت وعندنا الرايت. تمام. طيب، هنمسك بقى الرايت اتريوم اللي هو الاسود ده ونيجي نقصه، نعمل فيه شباك، مطرح الشباك اللي انا بعمله ده. اهو، ونجيب مقص ونقص مكان الشباك ده عشان نفتح ضرفة الشباك زي باب العربية، ونجيبها الناحية دي كده، يعني هنقص كده 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 ونجيب الباب كده الناحية دي، ونتفرج ايه اللي موجود جوه الرايت اتريوم. بس انا عايزة اقول لكم ان في زي سلكس جروف بيبان من بره في الحتة الواقعة ما بين السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا، زي خط كده او جروف اسمه سالكس تيرمينالس. اسمه ايه؟ سالكس تيرمينالس. اما نيجي نفتح الشباك ده ونزيحه كده زي باب العربية، السالكس تيرمينالس هيبان من جوه كخط تخين، بس ساعتها هيبقى اسمه كريستا تيرمينالس. كريستا تيرمينالس. طب تعالوا نشوف بعد ما فتحنا الشباك ده في الرايت اتريوم المنظر عامل ازاي. طيب انا عزلت اهو حتة الرايت اتريوم وطلعتها لبرة اهي، وفتحة فيها شباك اهو، ضرفة الشباك جايبها هنا. طيب فاكرين السالكس تيرمينالس اللي انا بقول لكم عليها؟ هيبان بقى من جوه على هيئة خط تخين موجود ما بين فتحة السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا، بس من جوه الخط التخين ده بقى ما اسموه السالكس تيرمينالس، اسمه كريستا تيرمينالس. طيب دي الانتيريور وول اللي انا زحتها على جنب، باب العربية اللي انا زحته على جنب. هبص الاقي في ترانسفيرس ريدجز كده عالية، ودي عبارة عن ماسل فايبرز واسمها بيكتينيت ماسل، باب العربية اللي جبته على قدام ده يعتبر الانتيريور وول، وده بيبقى رف وفيه بيكتينيت ماسل عبارة عن ترانسفيرس ريدجز. طب دخلنا جوه الكافيتي بقى، البوستيريور وول. البوستيريور وول فيها حاجة زي بصمة الصباع نازلة لجوه، نازلة لجوه يعني حفرة اسمها فوسا اوفاليس لان شكلها اوفال. الفوسة اوفاليس دي عندها زي جدران مرتفعة شوية زي البرواز، زي اطار البرواز، اسمه ليمبس فوسة اوفاليس او انيولس فوسة اوفاليس زي ما انتوا حابين. في منتصف المسافة ما بين السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا على الجدار الناعم الجميل اللي مفهوش ترانزفيرس ريدجز اللي هو البوستيريور وول. خدوا بالكوا ده كافيتي، ليه انتيريور وول اللي انا قطعته ورميته على قدام اهو ده، وليه جوه بوستيريور وول وما بينهما هوا كافيتي. في بصمه صباع بالظبط في نص المسافه ما بين السوبير والانفيرو فينا كيفا. خلاص. طيب في بعد كده يا اولاد فتحه بقى تفتح هنا كده تصب على الغرفه دي. مين الغرفه دي؟ الرايت فينتريكل اهو، تصب هنا كده. الفتحه دي بقى اسمها ترايكاسبيد اوبننج، موجوده هنا كده ما بين فتحة الترايكاسبيد اوبننج رقم واحد وما بين فتحة الانفيرو فينا كيفا رقم اتنين، في فتحة كده في النص، خرم في النص علشان الكوروناري
ساينس، كورونري ساينس ده فين كبير موجود ما بين البيز والديافراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت، خدناه قبل كده بالظبط ما بين الترايكاسبيد اوبننج، ترايكاسبيد اوبننج وهي الفتحه اللي بتصب الدم من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل اسمها ترايكاسبيد، وما بين فتحه الانفيرو فينا كيفا في فتحه صغيره اسمها كورونري اوبننج عشان الكورونري ساينس، علشان الكورونري ساينس. يبقى تاني لما فتحت الرايت اتريوم لقيت فتحه السوبيرو فينا كيفا من فوق، ودي بتستقبل الدم من الجزء العلوي من الجسم، انفيرو فينا كيفا من تحت ودي بتستقبل الدم من الجزء السفلي من الجسم، وزي ما خدته قبل كده كل الفينز لديها صمامات، الانفيرو فينا كيفا عنده صمام خايب كده رودمنتري موجود عند الفوهه بتاعته. طيب مالناش دعوه يا محي، دلوقتي الجدار الامامي ده رف لانه ترانسفيرس ريدجز عنده اسمها بكتينيت ماسل، الجدار الخلفي سموث وناعم، في منتصف المسافه ما بين السوبيريور والانفيريور في فوسه اوفاليس ليها برواز اسمه ليمبس فوسه اوفاليس، في فتحه تؤدي للرايت فينتريكل اسمها ترايكاسبيد اوريفيس، ما بين الترايكاسبيد والانفيرو فينا كيفا في منتصف المسافة بلاقي فتحة الكورونري ساينس، وده أكبر فين موجود في الباك أوف الهارت، وبيعمل درينج بياخد القاذورات من الهارت ماسلز ويصبها في الهارت تاني، يعني منكم وإليكم. الناس اللي ما بتحبش الرسم ولا تزعل نفسك يا ابني ولا تقهرها، أهو الهارت دي فتحة السوبيرو فينا كيفا، دي فتحة الانفيرو فينا كيفا، أدي الشباك المقطوع ورمينا الجدار على جنب، ادي الترانسفيرس ريدجز الماسكولاي بيكتيناتاي، دي الفتحه التي تؤدي للرايت فينتريكل ترايكاسبيد اوبننج، في منتصف المسافه ما بين الفتحه دي والفتحه دي في الحفره دي الجوانب بتاعتها ليمبس فوسا اوفاليس، ما بين الترايكاسبيد والانفيرو فينا كيفا في هنا فتحه الكورونري ساينس في النص، في زي فالف كده عبيط بتاع الانفيريور فينا كيفا وده روديمنتري، شايفين الودن دي، الودن دي هي الرايت اوريكل حتة ودن، ودي كلها بتبقى رف. خلصنا الرايت اتريم يا دكتورة، خلصناها، يلا نشيره بصوت حمو بيكا على الليفت اتريم. طيب يا ولاد ده بقى الليفت اتريم، بس انا بص على الهارت فروم الباك الليفت اتريم، شايفين الاربع خرام دول، دول البالمونري فينز، بس في غلطه هو رسمهم باللون الازرق ليه؟ اذا كان هم جايبين دم مؤكسد وزي الفل ومنهنه ومليان اكسجين من اللنج المفروض يرسمهم باللون الاحمر. طب سميتوهم فينز ليه؟ علشان اي حاجه داخله في الهارت بنسميها فينز، اي حاجه خارجه من الهارت بنسميها ارترز، بغض النظر بقى شايله دم اكسجينيتد ولا دم دي اكسجينيتد. طب خلونا نفتح فتحه هنا كده عند السوبيريور والانفيريور بالمونري فينز دول، هنفتح فتحه كده بالطول فمش هتجيبهم بقى اما نيجي نتفرج، مش هنشوف الفتحتين دول انما هنتفرج على دي ودي من جوه، تمام؟ طيب شايفين الجدار اللي هنا ده كده اللي ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، عايزين نبص عليه برضو من جوه، شايفين الفتحتين بتوع السوبيريور والانفيريور بالمونري فينز، الفتحتين دول عايزين نشوفهم برضو من جوه، والانتر اتريال سيبتم اللي هي الحيطه السد ما بين الغرفه دي والغرفه دي، تعالوا نفتح فتحه هنا ونتفرج على الليفت اتريال من جوه، بس خدوا بالكم هو تحته على طول الليفت فينتريكل، في صمام او فتحه ما بين الليفت اتريوم اللي فوق والليفت فينتريكل اسمها مايترال اوريفيس، عايزين نتفرج عليها برضو. يبقى اتفقنا هنشوف ايه؟ هنشوف الفتحتين دول من جوه، هنشوف الحيطه السد اللي بتفصل الرايت اتريوم عن الليفت اتريوم، هنشوف الفتحه اللي ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، وكله من جوه ناعم وجميل وما فيهوش بكتينيت ماسلز خالص الا بس عند الودن، الودن دايما بتبقى رف. الصلاه على الصلاه، شايفين يا ولاد ادي مكان ما انا فتحت اهو اهو ورميته كده وجبته لكم بالجنب عشان تشوفوه، ادي الفتحتين بتوع البالمونري فينز اللي بقول لكم عليهم، الاتنين بالمونري فينز بقى التانيين ما انقطع عندهم فمش باينين، ادي الحيطه السد اللي ما بينه وبين الغرفه، حتى بالاماره الفوسه اوفاليس يا ولاد باينه الاثار بتاعتها من الحيطه السد،
تمام. طيب وادي الفتحه السفليه اللي بتؤدي من الليفت فينتريك اتريوم اللي فوق على الليفت فينتريك اللي تحت، ومحكومه بصمام اسمه الصمام الميترالي، وكله ناعم وزي القمر ما عدا الودن. الودن دي بتبان على قدام على فكره. فاكرين الودن اللي عامله جزء من الابر بوردر اوف ذا هارت وعامله جزء من الليفت بوردر اوف ذا هارت، ولا انتوا فاكرين حاجه؟ ادي دي الليفت اوريكل شايفينها كلها مليانه ريدجز ورف ومليانه بكتينيت ماسلز ليفت اوريكل، وادي ناعم زي الفل مبين فتحات البالمونري فينز، مبين الحيطه السد اللي بينه وبين الليفت الرايت اتريوم، مبين فتحه تقودنا على الليفت فينتريكل. زي الفل يا دكتوره. خلونا نعزل دلوقتي الرايت فينتريكل على جنب كده ونشوفه. ادي الرايت فينتريكل يا ولاد اهو. طيب بنبص نلاقي في جزء علوي اسمه اوت فلو، بيبقى عامل شبه القمع اللي هو ده كده، قمع عريض من تحت وضيق من فوق، انفانديبولم، خلاص، وبنسميه اوت فلو تراكت. ده الجزء اللي بيطلع منه الدم على البالمونري ترانك. وفي جزء سفلي بقى بيبقى خشن ومليان ماسلز اسمها ترابيكولي كارني. ترابيكولي كارني الماسلز دي الحقيقه بدرجات في الوول، ممكن تبقى خشنه بس على هيئه ريدجز خط، ممكن تبقى بريدجز يعني ماسكه في الوول من هنا ومن هنا وحره من تحت، يعني ممكن تعدي صباعك من تحتها من هنا كده، ممكن تبقى ماسكة من طرف واحد وحرة من طرف تاني، عاملة زي فينجر لايك بروجيكشن، اسمها بابيلاري ماسلز، يعني ماسكة في الوول اهي اللي انا هرسمها بالاحمر، ماسكة في الوول اهي وحرة كده عاملة زي الصباع، اسمها بابيلاري ماسلز فينجر لايك بروجيكشن. فالترابيكولي كارني دي درجات ريدج بريدج بابيلاري، وهي عبارة عن ماسل ريدجز موجودة في الوول جدار الوول اوف الرايت فينتريكل. الجزء السفلي ده انفلو تراكت وربنا خلقه خشن ومليان عضلات علشان الدم لما يجي من هنا كده من الرايت اتريوم ويصب هنا ياخد وقت عمل ما يطلع في الليفت فينتريكل. هقلل من سرعه سريان الدم، يكون الرايت اتريوم فضى الدم براحته خالص، انما انا عايزاه لما يطلع لللانج يطلع والسكه ناعمه وجميله وما فيهاش اي مشكله. عشان كده الاوت فلو تراكت هتلاقوه سموث واسمه انفانديبلم، انما الانفلو تراكت اللي الدم بيصب فيه على طول بتلاقوه رف، وعلشان اقلل من سرعه سريان الدم. خلاص يبقى انا عندي بابيلاري ماسلز، بابيلاري ماسلز. الحقيقه ان انا عندي ثلاثة بابيلاري ماسلز، بابيلاري ماسلز طالعه من الانتيريور وول، وبابيلاري ماسل طالعه من السبتال وول. المفروض ده سبتال وول يا ولاد، الجدار الفاصل ما بين الليفت فينتريك اللي موجود هنا والرايت فينتريك اللي موجود هنا، ده سبتال وول. وفي بابيلاري ماسلز طالعه من الانتيريور وول وراحه على جوه زي الصباع كده، جاي من الانتيريور وول وجاي على جوه، طالع من هنا كده، بس انا طبعا مش هقدر اشوف الانتيريور وول، وبيبص على جوه. وفي بابيلاري ماسلز جايه من السبتم هنا وبتبص على جوه. يبقى في عندنا انتيريور وفي عندنا سبتال وفي عندنا بوستيريور بابيلاري ماسلز، تلات انواع من البابيلاري ماسل، انتيريور وبوستيريور وسبتال، موجوده في الرايت فينتريكل. خلاص. في حاجه بقى اسمها كوردا تندني اللي هي انياط القلوب او حبال موجودة، دي بتبقى راوندد كوردس موجودة وصغيرة قوي بتوصل الصمامات بالبابيلاري ماسلز. طيب تعالوا نشوفوا ليها صورة وبعد كده نتكلم عليها. ادي يا ولاد مثلا صورة صباع طالع بارز اسمها بابيلاري ماسلز، شايفين الايبكس بتاعتها حرة ولكن بتوصلها زي كده حبال، بتوصلها بصمامات القلب اسمها كوردا تندني. كوردة يعني كوردة يعني حبل، تندني لانها عامله زي التندون كده بتاعت العضلات، كوردة تندني ماسكه من البابيلاري ماسلز وراحه للصمام. شايفين لما بتقروا كده في الحاجات القصص المنحنحه دي ويقول لك عيط لحد ما تقطعت انياط قلبه، انياط قلبه اللي هي الحبال دي بقى،
ملناش دعوة برضو. طيب لفوا كده مع المنظر العاطفي ده، وما تركزوش غير في حاجة واحدة، في الحبال. طبعا هنا مفتوح الرايت والليفت فينتريكلز، وما بينهم فاصل حيطة سد اللي هي السبتم. عايزاكوا تركزوا مع الصمامات العلوية اللي بتفصل الأذنين عن البطنين، أو التو اتريا عن التو فينتريكلز. عايزاكوا تركزوا مع الحبال البيضة اللي بتوصل الصمامات بالبابيلاري ماسلز اللي تحت، والبابيلاري ماسلز دي فينجر لايك بروجيكشنز. في حالة الرايت فينتريكل عندنا تلات أنواع، نوع طالع من الجدار اللي في النص، ونوع طالع من الجدار الأمامي، ونوع طالع بوستيريور اللي هو من تحت، يعتبر دايفراجماتيك سيرفيس. تمام، شفتوا الحبال يا ولاد؟ هل ليها فانكشن دي يا دكتورة؟ إلا ليها فانكشن، ده انتوا هتشوفوا عجب العجاب، اصبروا على رزقكم. في حاجة بقى يا ولاد اسمها موديريتور باند، موديريتور باند، ودي الحقيقة ليها وظيفة ميكانيكية ووظيفة إلكتريكية، يعني إلكتريكال وميكانيكال. جاية منين؟ الأول تعالوا دققوا في الرايت فينتريكل كده، شايفين تلاتة بابيلاري ماسلز، واحدة هيك جوه خالص جاية من السبتم، ما هو ده الجدار الفاصل ما بينه وبين الليفت فينتريكل، واحدة هي جاية من تحت اللي هي بوستيريور، ودي بقى المفروض طبعا تبقى مقطوعة لأنها جاية من الجدار المتشال ده اللي هو الأنتيريور وول، اللي هي دي واسمها انتيريور بابيلاري. يبقى انا عندي انتيريور وبوستيريور وسبتال. خلونا في دي، هي طبعا مثبتها لك تحت بس هي مش طالعه من تحت، هي طالعه من الجدار اللي متشال ده الانتيريور بابيلاري. في بقى بند سودا طالعه من السبتال وول هنا كده اهي، وتوصلك بالانتيريور بابيلاري اللي هي من قدام دي. تمام، البيز بتاعت الانتيريور بابيلاري يعني مطرح ما طلعت من الانتيريور وول. ليه يا ربنا؟ ليه ربنا خلقها؟ قلت لكم ليها وظيفه ميكانيكيه. جدار الرايت فينتريكل ده جدار رقيق، ما هوش جدار تخين زي الليفت فينتريكل يا اولاد، فده ممكن يتمدد هيتمدد لما لا نهايه. لا، البند اللي هي عامله له كروس بالعرض دي تحجمه، يجي يتمدد قوي لا تمسكه تقفشه، يبقى دي وظيفه ميكانيكيه. وظيفة إلكتريكية هناخد لما نشوف كهربة القلب، ودي مع الأسف مع الألم معظم شباب اليومين دول بيبقى عندهم عطب أو خلل في كهربة القلب وتؤدي إلى الموت المفاجئ. عما نيجي ناخد الكوندكتنج سيستم بتاع القلب هنعرف إنه أسلاك كابلات ماشية. طيب الكابل الكهرباء اللي بيوصل الكهرباء للرايت فينتريكل عشان ينقبض ماشي في المودريتور باند السودا دي، يعني المودريتور باند السودا لو جينا شرحناها هنلاقي سلك كهرباء ماشي فيها جوه. يبقى ليها وظيفه ميكانيكال بتحجم الاوفر ديستنشن اوف الرايت فينتريكل، وليها وظيفه الكتريكال بتنقل الرايت باندل بتاعه الكهرباء الى الرايت فينتريكل. حاجه اسمها اي في باندل، اتريو فينتريكولار باندل، هناخدها مع الكوندكتنج سيستم. المودريتور باند ساعات بيسموها سيبتو لانها طالعه من السبتم، مارجينال باند. طيب لو قطعنا الليفت فينتريكل وعزلناه على جنب، طبعا ده الجدار الفاصل اللي ما بين الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. طيب ده فوق كده الليفت اتريوم اللي هيصب في الليفت فينتريكل عن طريق صمام، الصمام ده اسمه مايترال فالف موجود في الحته دي. لما يجي الدم يضخ من الليفت فينتريكل للايورتا هيدخل في صمام موجود في الحته دي اسمه ايورتيك. يبقى معنى كده ان هنا كده الانفلو تراكت اللي بيدخل منه الدم، وكده الاوت فلو تراكت اللي بيخرج منه الدم، وده الليفت اتريوم وده الليفت فينتريكل. نفس القصة، الجدار بتاع الليفت فينتريكل بقى عنده الحقيقة اتنين بابيلاري ماسلز، انتيريور وبوستيريور. ادي واحدة بابيلاري ماسلز اهي، فينجر لايك بروجيكشن، والمفروض في واحدة انتيريور اهي. وبرضو نفس القصة، في حبال رفيعة بتربطها ما بينها وبين المايترال فيلف اسمها كوردة تندني.
كوردة تندني. تمام؟ خلاص؟ طيب، إنما الإيورتيك فالف ما عندهوش الكوردة تندني ده، فبنقول إن الإنفلو تراكت اللي هو الدم نازل فيه بيبقى خشن، وبيبقى فيه ترابيكولي كارني وبابيلاري ماسلز وكوردة تندني كده. انما الاوت فلو تراكت الحته اللي هيجري بقى منها الدم، انا عايزاه يجري باقصى سرعه ومش عايزه حاجه تعطله، فالحته دي بنسميها فيستيبيول، اللي هي الاوت فلو تراكت اللي بتؤدي للايورتا على طول اسمها فيستيبيول الحته دي. انما الممر اللي بيدخل منه الدم من الليفت اتريا من الليفت فينتريكل ده بقى مليان عراقيل ومحاور وتحويرات، اللي هي كوردة تندني وترابيكولي كارني وبابيلاري ماسلز. البابيلاري ماسلز في حاله الليفت فينتريكل يا اولاد اتنين بس. المنظر اللي انتوا شايفينه ده كرونال سيكشن للهارت يا ولاد، يعني انا جبت الهارت وقسمته كده بالنص لجزء انتير وجزء بوستير، ورميت الجزء الانتير بتفرج على نصه البوستيرير عشان اتفرج على الانتر فينتريكولار سيبتم اللي بيفصل الرايت فينتريكل عن الليفت فينتريكل. اهو الحته دي فيها سيبتم برضو يا ولاد، ولكن السبتم هنا ممبرينس عامل زي الممبرين، انت مش شايفه هنا، وهنا تخين ماسكولر. يبقى الانتر فينتريكولار سبتم بيتقسم لجزء ممبرينس هنا وجزء ماسكولر هنا. طب افرضوا انا عملت قطاع بقى عرضي كده في الجزء الماسكولر ده اهو، هنا وهنا، مش هيبان بقى التو اتريا اللي فوق، هتفرج على الكافيتي ده والكافيتي ده والسبتم اللي ما بينهم. تعالوا نشوف اهو، انا قطعه بالعرض من تحت، وده الليفت فينتريكل وده الرايت فينتريكل. شايفين جدار الليفت فينتريكل ثلاث مرات اضخم من الرايت فينتريكل. كمان يا ولاد الضغط في الليفت فينتريكل بيبقى عالي جدا لانه بيضخ الدم لكل اجزاء الجسم، فبتبصوا تلاقوه زق السبتم على الرايت فينتريكل، فلما زق السبتم على الرايت فينتريكل خلاه يبظ في الرايت فينتريكل، يعمل له كونفكس سيرفيس من هنا، والزق بيجي من هنا، يبقى هنا كونكيف سيرفيس وهنا كونفكس سيرفيس. وبتلاقوا في الكروس سيكشن الليفت فينتريكل سيركولر، انما الرايت فينتريكل لانه مزقوق الدم عليه من هنا، مزقوق السبتم عليه اقصد، بيبقى عامل شكل الهلال كريسنتك كريسنتك. طيب السبتم ده بقى طالع منين؟ طيب السبتم ده بقى طالع منين يا ولاد؟ لو هنا القدام كده الاسترنوكوستال سيرفيس، وتحت من هنا الدايفراجماتيك سيرفيس، السبتم هيتجه كده على ورا بوستيريور، يطلع من الاسترنوكوستال سيرفيس وينزل تحت كده للدايفراجماتيك سيرفيس، اتجاهه كده بوستيريور، ويقسم الرايت فينتريكل عن الليفت فينتريكل. هنتكلم بقى دلوقتي على الاتريو فينتريكولار فالفس، يعني الصمامات اللي موجوده ما بين الاتريوم والفينتريكل. ملناش دلوقتي دعوه بالبلمونري والاورتيك فالفس، هنتكلم على حاجه اسمها ترايكاسبيد فالف، وده موجود ما بين الرايت اتريوم والليفت فينتريكل والرايت فينتريكل. والميترال فالف، وده موجود ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل. عايزاكم تلاحظوا حاجة من الصورة اللي فوق دي، ان البلمونري والاورتيك فالف يا ولاد موجودين في مستوى امامي عن الترايكاسبيد والميترال فالف. ادي البلمونري، وادي الاحمر ده يحكمه من تحت صمام اسمه صمام الاورطة، وادي ده الترايكاسبيد موجود في مستوى خلفي شوية عن الاورتيك والبلمونري، وادي هنا الميترال موجود في مستوى خلفي. ايه رأيكم لو انا قطعت الصمامات دي بالعرض واتفرجت عليها ليفل الوحش؟ تعالوا شوفوا، هاجي في منطقة الصمامات الاربعة واقطع كده بلوح ازاز زي ما انتوا شايفين كده من فوق، واتفرج على الصمامات من فوق. قلتلكوا ان الموست انتيريور هيبقى البلمونري والاورطة، والموست بوستيريور هما الترايكاسبيد والمايترال. البلمونري ارتري وضعه ايه قدام بالنسبه للاورطه؟ بيعدي قدام منه، فلو كده انتيريور وكده بوستيريور، كده انتيريور وكده بوستيريور، هيبقى ده انا بص عليه من فوق، ده البلمونري ووراه على طول الاورطه. في مستوى خلفي عنهم
ده الترايكسبيد وده الميترال، كده رايت وكده ليفت. انا بص على واحد من ظهره، بص على شخص من ظهره، ده يمينه وده شماله، يبقى ده الترايكسبيد وده الميترال. على قدام خالص في البلمونري، وراه شويه في الايورتيك. انا بص على واحد من ظهره، على قدام خالص في البلمونري، بيعدي قدام الاورطه، بعدين الاورطه في مستوى بوستيريور، ده الترايكسبيد وده هنا الميترال. طيب خلونا بقى في الاتريوفنتريكولار فالفس. الحلقه السودا دي يا ولاد، الحلقه نفسها اسمها اورفيس، اتريوفنتريكولار اورفيس، هنا وهنا فتحه يعني او خرم. على الاتريوفنتريكولار اورفيس الاسود ده هركب حلقه ليفيه اسمها اتريوفنتريكولار انيولاس، ودي حلقه ليفيه بتركب على حواف الخرم اللي هي لونها احمر، انتوا شايفينه احمر. الاتروفنتريكولار انيولاس بقى بيدي اوريجين او بيثبت اوراق الشجر بتاعه الصمام اللي هي بسميها كاسبس. كاسبس اوراق الشجر بتاعه الصمام بسميها كاسبس. الترايكاسبس زي ما انتوا شايفين عنده ورقه شجر وورقه شجر وورقه شجر اهي، البيز بتاعتها ماسكه في الحلقه، والابكس بتاعتها حره طليقه مش ماسكه في حاجه. انما الميترال عنده ورقتين شجر بس اهي واهي، طبعا متثبتين بالبيز بتاعتهم في الحلقه الليفيه. الحلقه الليفيه اسمها اتروفنتريكولار ها انيولس، والخرم نفسه اسمه اتروفنتريكولار اوريفيس اللي هو الاسود. وورقه الشجر اللي بتطلع من الحلقه الليفيه اسمها قصب. بالنسبة للترايكاسبيد فالف عنده تلات أوراق شجر، إنما بالنسبة للميترال عنده ورقتين، عشان كده بنسميه بايكاسبيد. بالنسبة للترايكاسبيد فالف الحواف بتاعته ماسكة في الحلقة الليفية، إنما المارجن بتاعته فري مش ماسكة في حاجة. أهي ده مارجن فري، ده مارجن فري، ده مارجن اتاتشد، ده مارجن اتاتشد، ده مارجن فري. انا بص عليهم من فوق يعني from the atrial surface، ليهم منظر من تحت اسمه ventricular surface. تعالوا نشوف منظرهم من تحت. خلونا نبص على اوراق الشجر دي او الكاسبس من تحت. من تحت من عند الفري مارجن بقى، بصوا الحبال اللي هي اسمها كوردا تندني بتوصل الكاسبس دي بالبابيلاري ماسس، يبقى كوردا تندني دي فاين ريدجز بتوصل الفري مارجن بتاع الكسب بالبابيلاري ماسل، وانا بص عليهم من الفنتريكولار سيرفيس. انا عايزاكم تتخيلوا معايا ان دي ورقه شجر وورقه شجر وملامسين بعض ايدج 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 تو ايدج، وان الحبال ماسكه في الايدجز دي الفري ايدجز دي. اما تيجي الحبال تشد على الايدجز هتشدها وتدخلها على جوه ناحيه الفنتريكل فتفتح السكه فالدم يعدي، اما تيجي الحبال ترخي الايدجز هتطلع تاني والفالفز هتقفل. علشان كده الكوردة تنديني ليها دور مهم في قفل الفالفز. ما تيجي تشد على تحت هتشد الايدجز كده والسكه تفتح، ترخي الحبال الايدجز تطلع تاني وتقفل والفالفس الكاسبس يقفلوا على بعض. بصوا للصور واستمتعوا، بصوا للصورة اللي في اقصى الشمال، شايفين الحبال لما بتشد على تحت بتشد الايدجز على تحت فالفالفس بتفتح ازاي؟ شطار. طب وايه اللي بيخلي بقى الحبال تتشد على تحت فتفتح الكاسبس او تترفع تاني فالكاسبس يقربوا من بعض؟ البابيلاري ماسلز يا ولاد، شوفوا في حاله يا ولاد ما الرايت فينتريكل بيملى دم، البابيلاري ماسلز دي بترخي وتنزل على تحت على تحت، فالحبال بتتشد ناحيتها فالفالفس بتتفتح علشان الدم يعدي. اما يجي بقى الدم الرايت فينتريكل ينقبض عشان يودي الدم ناحيه البلمونري ترانك، ايه اللي هيحصل؟ البابيلاري ماسل هتقلوز وتقب على فوق،
فالحبال هتقرب قوي قوي من ناحية الكسبس، فالكسبس هتضم على بعضها وتقفل. انا مش عايزة الكسبس دي تفتح اثناء ما الدم رايح لللنج، عايزاها تفتح ليه؟ انا عايزاها تفتح بس لما الرايت اتريوم يصب في الرايت فينتريكل، فالرايت فينتريكل يرخي، فالبابيلاري ماسل بدل ما تقلوز على فوق هتنزل على تحت، بيرخي بيرخي، فالحبال تتشد ناحيتها فالقصبس تفتح. اذا قصة شدة او ارخاء الكوردة تندني دي تبع البابيلاري ماسلز، هل هي منقبضة ولا حصل لها ريلاكسيشن؟ طيب بالنسبة بقى يا ولاد ليه السيميليونر فالفس اللي هي الاورتيك والبالموناري فالفس، برضو القصبس بقى طالعة من حلقة ليفية برضو اسمها فايبرس رينج او انيولاس رينج، دي الحلقة اللي بتدي اتاتشمنت لأفرع الشجر او القصبس بتاعت البالموناري او الاورتيك. انا بس عايزة اجيب مقص او سكينة واقص من هنا كده، او اقص الفالف من هنا وافرده، هفرده زي صفحة الكتاب واتفرج على الكاسبس. يبقى هقص من هنا كده، هنا كده، او اقص من هنا وافرد الفالفس زي صفحة الكتاب واشوف واتفرج عليها. يا ولاد انا فردت الانبوبة، بدل ما كانت مدورة قصتها في النص من قدام وفردتها اهو. الله ده القصبس هنا غريبة قوي، سبحان الله، مهاش مبططة وفلاتند زي بتاعة المايترال والترايكاسبت، ده عاملة زي جيوب، زي جيب البالطو بتاعك، جيب كوباية كوباية، يعني انا ممكن ادخل جواها هنا كده دم كوباية. طيب ليها يا ولاد فري مارجن واتاتشد مارجن، اكيد الاحمر ده هو الاتاتشد على الكوباية، امال هتلزق في الول ازاي؟ اهو الفري مارجن بقى الاخضر ده في عقدة في النص اسمها نوديول، وحواف العقدة دي من هنا ومن هنا اسمها لونيول، تبقى عاملة كريسنتك، عشان كده سموهم سيميليونر فالفس، هنا وهنا. في حالة الاورطة بيبقى عنده كوباية من قدام ايه انتيريور وكوبايتين من ورا، اتنين من ورا. في حالة البالموناري بيبقى عنده كوباية من ورا بس بوستيريور واتنين انتيريور، يبقى بالموناري واحدة بوستيريور، ايورتك واحدة انتيريور. العقدة اللي في النص اسمها نوديول والحواف اسمها لونيول، ودي كاسات دم، كاسات دم، وما عندهاش كوردة تندري ماسكة فيها. تمام. طيب امال بتقفل وتفتح ازاي؟ تعالوا نشوف. هيا ولاد دي كاسات الدم اللي بقول لكم عليها، عاملة زي جيوب البلطو بالظبط، ليها فري مارجن واتاتشد مارجن. بص يا ولاد المدلدلة دي اما تفتح والدم يعدي، ده بتاعت الاورطة، بدليل ان في واحد انتيريور واتنين هم على ورا بوستيريور. بصوا الدم لما بيعدي ما بيجي يرتد الدم تاني، بتتملى كاسات الدم دي بالدم وتقلوز وتبقلز على تحت ويتقفل السكة، ما فيش سكة هيعدي منها الدم تاني خلاص. يعني لما الدم يجي اهو يعدي السكة بتتفتح، يجي عمود الدم يرتد حبة عشان ينزل تاني للليفت فينتريكل، لا والله كاسات الدم دي بتتملى دم وبالتالي بيضيق السكه، بتتملى على الاخر وتبقى زي الجيوب المنفوخه ويقربوا من بعض وتتقفل السكه. عايزاكم تركزوا على كاسات الدم لما تتملى بالدم في حاله البالمونري ترانك اللي هو الازرق ده، وتبلج على تحت وتقفل السكه. بصوا بتتملى بالدم ازاي وتبلج على تحت، جيوب يا ولاد زي جيب البلطو بالظبط. بصوا تاني عليها اهي، بصوا بتقلوز على تحت ازاي، شايفين ازاي ان البلمونري ترانك قدام الاورتك ترانك او الاسندنج ايورتا. طب ايه بقى ان شاء الله الاورتك ساينسز دي؟ ساينسز يعني حتة واسعة ومنها بيطلع الشريان، الشرايين القلب التاجية، رايت وليفت كرونريز ارتريز.
طيب لو دي يا ولاد الحلقة اللي بتطلع منها الكاسبس بتاعة الأورتيك فالف، احنا قلنا عندنا جيب انتيريور وجيبين بوستيريور، صح؟ هو أورتيك ايه؟ فأنا هجيب المقص بتاعي كده من هنا وأقص في الحتة دي وهفرد الجدار بحيث الانتيريور دي هجيبها على جنب كده، اهي دي الانتيريور وفتحت الجدار انتيريور، وادي اتنين بوستيريور، الاتنين البوستيريور دي واحد منها رايت واحدة منها ليفت، دي رايت ودي ليفت. المنطقة الواسعة اللي فوق كل جيب او كل قصب، ما ده قصب وده قصب وده قصب صح، وبيتملى بالدم زي الجيب، ودي نوديول ودي لونيول وده فري ايدجز. طيب ما علينا، المنطقة الواسعة اللي فوق كل قصب اسمها ساينس. من الانتيريور ساينس في خرم اهو عشان بيطلع ارتري على قدام اسمه رايت كورونري، ومن الليفت بوستيريور ساينس بيطلع الليفت كورونري، تمام؟ يبقى تاني، ادي كده الانتيريور وادي دي الرايت بوستيريور ودي الليفت بوستيريور. من الليفت بوستيريور ساينس اللي هي المنطقة الواسعة اللي فوق الليفت بوستيريور كاسب بيطلع الليفت كرونري، ومن الليفت عفوا الانتيريور ساينس اللي هي المنطقة الواسعة اللي فوق الانتيريور كاسب بيطلع الرايت كرونري. عاوزاكوا تجاوبوني في الكومنتس مين الكافيتي المفتوح ده ومين رقم واحد ومين رقم اتنين ومين رقم تلاتة ومين رقم اربعة ومين رقم خمسة. قشطة قشطة ان شاء الله.